اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله بخير. معكم شيركم ورجعنا لكم فيديو جديد. بهذا الفيديو اصدقائي رجعنا لكم بالسلسله اللي بتحبوها، سلسله انشاء حرب البيض بعالم السنجل بلاير. طبعا على الاغلب ماني متاكد بصراحه، يمكن هي اخر حلقه تكون بهي السلسله، وراح يضل حلقه واحده اللي هي حلقه تصليح الاخطاء والريستارت، يعني هيك اكسسوارات خلينا نقول للسلسله. شكرا كثير على دعمكم الحلو لاخر فيديوهين، بصراحه هذا الشيء كثير بفرحني لما بشوف الناس فرحانه بالفيديوهات. اسف على التاخير بهي السلسلة يا اصدقائي، بس للاسف اللي صار انه العالم انحذف، فطبعا بالغلط انا حذفته، فاضطريت اني ارجع اعمل نفس الشغل اعيده من الاول لجديد، فيمكن تلاقوا كم شغله متغيره، ولكن حاولت اعمل نفس اللي عملته بالسلسله. فاوكي، قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسى تدعمنا باللايك والاشتراك بالقناه ليوصلك كل جديد، ويلا خلينا نبلش. جماعة الخير، مثل ما انكم شايفين طبعا هي الماكينات اللي عملناها. طبعا اذا ما بتعرف شي عن السلسلة وانت اول مرة عم تفوت للقناة او للفيديوهات، فبنصحك يا صديقي، هو مو بنصحك يعني، هو لازم انك تروح تحضر من اول حلقة، مو من ثالثة او الثانية تدبر حالك، لا من اول حلقة لازم تحضر لحتى تعرف نحن شو عم نشتغل. طبعا يا اصدقائي اللي لاحظ انا عملت انترو جديد، فطبعا البارتنر هو اللي سوى الاساس تبع الانترو، وانا يعني عملت له هيك، انا ضفت الاغاني وضفت التأثيرات، فبصراحة انا ضعيف شوي بقصص المونتاج والقصص. فاكتبوا لي رايكم يا اصدقائي، هل هذا الانترو حلو ولا نرجع للانترو القديم؟ رح يطلع لكم هلا تصويت عموما اذا تذكرت احطه، يعني كالعادة رح انسى، ولكن اذا تذكرت انت شيك على العلامة، علامة التعجب رح تطلع بالزاوية اذا كنت حاطه صوت انه انترو احلى، هذا الانترو ولا الانترو القديم. طبعا في شغلة كتير مهمة وانا نسيتها ما بعرف كيف، اللي هي تطوير المصانع، يعني انا نسيت اعمل الماكينة اللي بتخليك تطور المصنع، فللأسف هي باخر حلقة رح نعملها يدويا، ما رح نستعين بالمحرك الالعاب، فاعذروني يا جماعة نسيت اني اضيفه. فيب موضوع الفيديو اصدقائي رح يكون كيف تعمل بيضة حرب البيض. وللي ما بيعرف قواعد اللعبة يا اصدقائي، بيضة حرب البيض لما بتجي مثلا فرضا تلعب الجيم بس تموت، رح ترجع للجزيرة تبعك وبيرجع الجيم نظامي. اما يا صديقي اذا اجى حدا كسر لك البيضة، طبعا طول ما بيضتك موجودة انت رح تضل موجود بالجيم، بس تكسرت البيضة ومتت فخلص ما رح ترجع للجيم، ورح يعني خلص رح تروح فيها وتخسر الجيم. طيب مثل ما عودكم يا اصدقائي، ما رح نستخدم الكوماند بلوك، رح نستخدم البلوك الجديد على الساحة اللي هي الاستراكشر بلوك، نحطه بشي محل ما ياخذ مساحة، خلينا نحطه هون مثلا. نكتب هلا الكود يا اصدقائي اللي هو نكتب هلا اللود. طبعا الاكواد كلياتها رح تلاقوها موجودة هون، انتو حملوا الماب. طبعا في كثير ناس بتسألني انه يا شيرجو نحن ما عم يطلع عنا هي الاكواد، طبعا صديقي هذا الشيء لانك انت اصلا مانك محمل الماب، يعني انت الاكواد مانك محملها، فتحت رح يكون في رابط تحميل، لازم تحمل هذا الماب. طبعا الماب رح يكون فاضي والتفاصيل رح تلاقوها يعني بشو اسمه باول فيديو. فاول ما تحملوا الماب رح يكون فاضي ما فيه غير هي الشغله، فمثل ما انكم شايفين هي الاكواد الموجوده، فنحن ضل علينا نستخدم هذا الكود اللي هو اي دبليو ايج، يعني بيضه حرب البيض. فخلينا هلا يا اصدقائي نروح نكتب هذا الامر هون. طبعا كالعاده لا تنسوا تحطوا لود، هي اهم كلمه، خلوا الواي على الصفر، ونكتب هلا الاستراكشر نيم طبعا اللي هو اي دبليو بالحروف الكبيره، طبعا اي دبليو اي. طبعا مثل ما انكم شايفين يا جماعه، شوفوا شو صار، في مساحه عم ياخذها، طبعا هي نبهت عليها بحلقه ثانيه وبرجع بنبه عليها. شوفوا يا اصدقائي، طبعا هون هلا انا اذا عملت لود او جبت الامر او فعلت الامر، فراح يروحوا كل هدول، كل شيء جوات المربع راح يروح، فانا لازم يا اصدقائي اني ابعد هذا الاستراكشر، اروح احطه بمحل ثاني. طيب بما انه هون المحل فاضي يعني، فخلينا نحطه هون. بعدين هلا هون وضعنا تمام، مثل ما انكم شايفين مربع فاضي ما فيه شيء، فهي لازم نتاكد منها دائما، ونكبس هلا على كلمه لود، راح تلاقوا هذا الشيء كله مثل ما انكم شايفين، اربع غرف وحالتنا حاله. فخلينا نبلش يا اصدقائي هلا باول صف اللي هو هون، مثل ما انكم شايفين هذا هو الصف الاول، فخلينا نشوف هلا هذا الصف شو عم يقلنا. انتر فيرست ريسبون روم اكس واي زي، طبعا مثل ما انكم شايفين في عندكم اربع غرف للريسبون، فلو لاحظتوا يا اصدقائي رح تشوفوا انه هي هون مكتوبة رقم واحد، الغرفة هون رقم اثنين، طبعا هي رقم ثلاثة بس اللوحة طايرة، عنا هون طبعا الرقم اربعة. فهلا اللي عم قلنا اياه بالكوماند الاول انه ندخل احداثيات الغرفة الاولى، فهي هي الغرفة الاولى يا اصدقائي، خلينا ندخل فيها وبكل بساطة ناخذ الاحداثيات. طبعا مثل ما انكم شايفين هذا هو الامر، طبعا الكيبورد اللي بيخليك تتحرك جوات الامر رح تلاقوا رابطه بالوصف. خلينا هلا نمسح او ما نمسح شيء، خلينا نكتب بس جنب الاكس الاحداثيات 21،
5/18 ان شاء الله يكونوا صح ما خربطت فيهم. وبنطلع هلا من الكومنت يا اصدقائي، خلينا نتاكد اذا الاحداثيات صح. تمام الاحداثيات صح. طيب نروح هلا للكومنت اللي بعده يا اصدقائي. طيب هلا هون يا اصدقائي كمان رح تلاقوا كومنت ثاني مكتوب فيه انه ندخل احداثيات الغرفه الاولى بعدين مندخل احداثيات الجزيره الاولى. يعني اول مره مندخل نفس الاحداثيات اللي هي الغرفه الاولى، بعدين رح ندخل احداثيات الجزيره الاولى. خلينا نشوف شو هي احداثيات الجزيره الاولى. طبعا بنروح على الجزيره ناخذ الاحداثيات وبنرجع. اوكي اصدقائي، طبعا ما بيأثر وين ما توقف، فيك توقف، فيك تاخذوا حتى الاحداثيات من ماكينه التي بي، ولكن مشان ما نعقدكم كثير يعني. فحاليا الاحداثيات 10.5 ناقص 150. نرجع هلا للماكينه تبعيتنا، نكتب 10.5 ناقص 150. وين الماكينه؟ ليكا. مثل ما انكم شايفين في عنا هون 2 اكس واي زي. طبعا الثانيه هي للجزيره مثل ما انكم شايفين. طبعا مثل ما قرينا قبل شوي، هو بده اول شيء احداثيات الغرفه. طبعا الغرفه مو الجزيره، طبعا انتبهوا هون ما تخربطوا بيناتهم. احداثيات الغرفه يا اصدقائي هي نفسها 21.5/18. اما احداثيات الجزيره اللي هي اخذناها قبل شوي اللي كانت 10.5 ناقص 150. طيب هلا هيك خلصنا الكوماند الثاني. خلينا نشوف هلا الكوماند هون. طبعا هون عم يقول لك انه ندخل احداثيات البيضة. طبعا انت هون بكل بساطه لازم تروح للجزيره وتعمل محل خاص للبيضة تبعك. طبعا البيضة لازم تكون حصرا يا اصدقائي اللي هي بيضة التنين. خلينا نكتب هلا دراجون ايج مثل ما انكم شايفين تطلع لنا. لازم تحط هي البيضة حصرا لحرب البيض، لا تستخدم بلوكة تانية. فخلينا مثلا نخلي البيضة هون مثلا احداثياتها، يعني نحط البيضة هون مثل ما انكم شايفين. طيب خلينا ناخذ الاحداثيات. طبعا بعد ما نقرر وين بدنا نحط البيضة بنكسر البيضة بنيجي لهون بناخذ الاحداثيات 9.6 ناقص 151. تمام، وبعدها بنرجع البيضة محلها وبنروح للكومنت. طبعا يا اصدقائي خذوا الاحداثيات بنفس الطريقة اللي شفتوها هلا قبل شوي، مثل ما انا عملت انتم اعملوا يا اصدقائي مشان ما يصير اخطاء وتقولوا هذا ما زبط ومدري شو. طيب هذا هو الامر اللي طالب منا احداثيات البيضة، بنجي بندخلها بكل بساطة. طبعا ما بنمسح كلمة الدراجون ايج، رح نمسح بس اكس واي زي وبنكتب بدالها 9.5 ناقص 151. وطبعا مثل ما تعودنا كل شيء كوماندات فوق اللوحات بنعدل عليها، كل شيء كوماندات مثل هي ما في فوق اللوحات ولا بتتقرا ولا بتعمل فيها اي شيء. طيب يا جماعه بعد التدقيق طلعت الاحداثيات 6. شوفوا انا كيف خربطت، يعني شوفوا انا صاحب الطريقه وعم خربط فيها، فما بالكم انتم اللي ما بتعرفوا شو هي الطريقه. فرجاء أن يا اصدقائي حاولوا اكثر من مره يعني ودققوا بالفيديو كثير، لانه اكيد يعني الا ما يزبط معكم. طيب هلا خلصنا هي الكلات كوماندات، ضل علينا الكلات كوماندات او الكوماندين اللي موجودين هون بهذا الصف. عم يقلنا هون طبعا انه ندخل احداثيات الغرفة الريسباون، فخلينا نشوف هلا غرفة الريسباون. طبعا ركزوا انه يكون الرقم واحد لانه كل صف له رقم معين، يعني هلا هذا الصف هيك والرقم واحد، هذا الصف هيك مثلا رقم 2، هذا هون هيك الرقم 3. فهلا الرقم واحد اللي هو 21.5/18، خلينا ندخل الاحداثيات هون. مثل ما انتم شايفين بنروح على عند الاكس بنكتب 21 هون 5 وهون 18. وهيك بنكون خلصنا من هذا الكومنت. بنروح للكومنت الثاني، عم يقول لك هون انه ندخل احداثيات الغرفه وبعدها مندخل احداثيات غرفه الخساره. هلا هون ركز معي صديقي، اول شيء احداثيات الغرفه هلا جبناها قبل شوي، خلينا ندخلها دقيقتين. الاكس كانت 21 وهون 5 وهون 18. طيب هلا غرفة الخسارة شو هي؟ بتروحوا هلا يا اصدقائي لماكينة الفوز والخسارة، مثل ما انكم شايفين هي الماكينة، طبعا هي يمكن شرحتها بالحلقة الثانية اصدقائي، الروابط كلها رح تلاقوها بالوصف، مثل ما انكم شايفين هي الماكينة، بتروحوا لجوا وبتاخذوا الاحداثيات 22.5 ناقص 32، فبنروح هلا يا اصدقائي بنكتب هي الاحداثيات 22.5 ناقص 32، هي 22.5 ناقص 32. اوكي اصدقائي هلا ضل علينا هيك خطوات صغيره. طبعا هي الكوماندات الخضراء اللي هون مثل ما انكم شايفين كلياتها الكوماندات على هذا الصف، بنفوت عليها وبنغيرها لكونديشنال، ما بنتركها هيك. كل شيء هيك كوماندات خضراء رح نحطها كونديشنال بس بهذا الصف مثل ما انكم شايفين. اوكي حطيناهم هلا كلياتهم على كونديشنال. طيب وهلا قبل ما نروح نكمل يا اصدقائي رح نروح لهذا الامر. طبعا مثل ما انكم شايفين رح تلاقوا هون في شيء ناقص بالامر، انا كاتب هون تيتل ات اس، فانت بعد الات اس اعمل فراغ ورجع اكتب كلمه تيتل. طبعا هذا الشيء انا نسيته فلا اسف يعني لا تواخذوني. عموما الحلقه الجايه رح تكون كلها تصليح اخطاء يا اصدقائي، في شويه اخطاء بالانجن او بالاحرى كثير اخطاء بالانجن خلينا نقول انا لازم اصلحها، فرح اصلحها كلها قدامكم بالحلقه الجايه فلا تاكلوا هم يعني. فاوكي هي الاولى صلحناها، خلينا نصلح الثانيه بس نفوت عليها. قبل الكتابه رح تلاقوا هون مكتوب تيتل ات اس، اعملوا فراغ ورجعوا اعملوا تيتل، وهون كمان نفس الشيء خلينا نكمل كمان تيتل، بعد الات اس نكتب تيتل، وهون كمان نفس الشيء بنعمل تايتل.
ومثل ما عملنا هون يا أصدقائي لازم نعمل بهذا الصف كمان. فمثل ما بتلاحظوا كمان أنا كاتب you lose بس نسيان أكتب تيتل، يعني الكوماند هون رح يفوت بالحيط، فلازم أنتوا كمان هون كمان تكتبوا كلمة تيتل بهي الطريقة مثل ما أنكم شايفين. قبل ال you lose بعد ال at s نحط تيتل، كمان هون بنكتب تيتل، هل هي تنلفظ تيتل ولا تايتل ما بعرف بصراحة نسيان، فنكتب هلا هون كمان ونكتب هلا آخر شي هون. واخر شيء هلا يا اصدقائي رح تلاقوا هون كمان في كوماندات بلوك البنفسجيه يلي وراها كومباراتور، بس حطوها على اولويز اكتيف مثل ما انكم شايفين بهي الطريقه اولويز اكتيف، وهون كمان اولويز اكتيف، وهون اولويز اكتيف. وهلا اخر شيء بنعمله يا اصدقائي انه كلمه دراجون ايج رح نمسحها ونحط بدالها اير، نفس الشيء نحن رح نكتبه بكل محل، طبعا هي صف واحد يعني انتم هون اكتبوا كمان اير، فمثل ما انكم شايفين بنكتب هون وهون وهلا بنكتب هون كمان دراجون ايج بدل ما نمسحها بنكتب بدالها اير. طبعا هي يا اصدقائي عباره عن اخطاء موجودة بمحرك الألعاب، إن شاء الله الإصدار الجاي رح أصلحها. فأوكي أصدقائي هيك بنكون خلصنا، بعرف في شوية أخطاء آسف يعني على هاي القصص، ولكن صدقوني ما انتبهت لهم، ومثل ما أنكم شايفين يعني قدامكم أنا صلحت الأخطاء وبعترف بالغلط يعني. فخلينا هلا يا أصدقائي نعمل سلاش جيم مود سيرفايفل تمام، ونجرب مثلا نزيد حالنا. هلا شوفوا يا أصدقائي طالما البيضة موجودة فمثلا قد ما أزيد حالي فرح أرجع هلا أرسبين بالجيم، بعمل ريسباون وخلص برجع للجيم، قد ما أزيد حالي رح أرجع للجيم. ولكن هلا يا اصدقائي اذا اجيت مثلا بدي اكسر البيضه فمثل ما انكم شايفين رح يطلع لي انه الايج او البيضه تبع الفيرست، او مثلا انت بتحط اي شيء بدك اياه، بدك الفيرست، بدك الريد، بدك اليلو، المهم رح يقول لك انه هي تحطمت. فهلا بس مجرد ما اروح ازت حالي مثل ما انكم شايفين شوفوا شو رح ينقلني، رح يقول لي هلا يو لوز يا اصدقائي بهي الطريقه. طبعا بعد ما يقول لي يو لوز يا اصدقائي رح ينقلني لللوبي، ولكن انا طبعا الماكينه تبعيت اليوين واليولوز ماني مفعله فمشان هيك ما رح نقلني، فالمهم انه ما رجعني على الجزيره، فخلص معناتها الكوماند هذاك عم يشتغل بطريقه صحيحه. فاوكي هيك بنكون وصلنا معكم لنهايه الفيديو، لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناه ليوصلكم كل جديد، وبرجع بعتذر عن الاخطاء اللي كانت موجوده بمحرك الالعاب، ولكن مثل ما قلت لكم الحلقه الجايه رح تكون حلقه كامله عن تصليح الاخطاء اللي موجوده بالماب. وطبعا هي الخطوة أساسية بأي ماب أنت بتسويه، سواء أنا ولا أنت، أي ماب أنت بتسويه يا صديقي حاول دائما تكتشف فيه أخطاء وتصلحها، قد ما تكتشف أخطاء فمعناتها أنت الماب رح يكون عندك خرافي. وبس شكرا على المشاهدة وانتظرونا بالحلقة الجاية، سلامات.